كل البوينتس اللي فيها ليهم نفس الاكتيف فيلد وليهم نفس كدايركشن كمبيوت وكفيز. هل ينفع يبقى في تفاضل الاكتيف فيلد مع الاكس مثلا مع واي؟ هو الاكس واي دول في البلين دي، وانا بقول ما فيش تغير في الحين، يعني في البوينتس كلها هي نفس الامبليتيود نفس الفيز نفس الدايركشن، فبالتالي مش هيبقى في تغير غير مع الزد، صح؟ فبالتالي التفاضل بتاع الاي مع الاكس او مع الواي هيبقى بيساوي صفر. نفس الكلام بالنسبه للاتش، تفاضل الاتش مع الاكس او مع الواي هيكون بيساوي صفر. وفي نفس الوقت هل ينفع الالكتريك فيلد يكون في اتجاه الزد؟ لا، الالكتريك فيلد اللي هتشعر بيه اهو. نعم؟ لا، التفاضل مع الاكس، خد بالك الدايركشن غير الفاريشن. خلاص لما بقول ان اتجاه هكذا، يعني هنا ده اللي احنا بنقوله دلوقتي، الاي الاي والاتش في اي اتجاه الدايركشن بتاعهم موجود يا في الاكس يا في الواي، موجوده في البلين بتاعت الويف فرونت، صح؟ موجوده هنا في البلين العمودي على الاكس، سوري عمودي على اتجاه الفاريشن اللي هو الزد. خلاص بس ملوش كومبوننت في ايه؟ في الزد، صح؟ يعني الاي والاتش مش ايه؟ مش موجودين في اتجاه البروجيشن، مش موجودين في اتجاه الزد، ده الفرق بين اتجاه البروجيشن، صح؟ ده موجودين في اثنين عمودي على ايه؟ اتجاه البروجيشن، فبالتالي الاي والاتش مالهمش كومبوننت فين؟ في اتجاه البروجيشن اللي هو الزد، وكمان مالهمش فاريشن في اتجاه الاكس والواي، ده معنى كلمه يونيفورم بلين ويف. طيب هل اليونيفورم بلين ويف او بلينر ويف دي موجوده اصلا؟ او ده ابروكسيميشن كويس ولا وحش؟ ده بروفيشن كويس. لما اجي اقول ان انا بتكلم على مثلا ايه، على سور اي سورس مثلا الشمس ولا اي انتن حتى، خلاص اي انتن، خلاص انتن دي بتطلع ويف، بتطلع سفيريكال ويف، بتطلع ويف بتادفانس سفيريكال ويف فرونتس، زي ما كلمتوا انتوا مثلا على الاوبتكس قبل كده، مش كلمتوا ان هي بتادفانس سفيريكال ويف فرونتس. فلما اجي اقول ان انا عندي انتن، والانتن دي بتطلع راديشن واصله بسورس، والسورس ده بيطلع راديشن في سفيريكال ويف فرونتس، وانا باوبزرف الويف اللي خرجت من الانتن دي من مسافه بعيده مثلا لما الار تابروش انفينيتي، او انا بتكلم ان انا بص على الويفز دي في مسافه بعيد قوي، فالسفيريكال ويف فرونز دي افضل كل شويه الريدس اللي فيها عمال بيزيد، فكاني هشوف ايه بقى؟ كاني هشوف بلين، كاني هشوف السفيريكال ويف فرونز ده كانه بلينر ويف فرونز، فالابروكسيشن ده كويس طالما انا بعيد عن السورس، خلاص طالما بعيد عن السورس بتاع الويف بتاعتي، خلاص؟ انما لو قربت ساعتها لازم بقى نتكلم على ايه؟ سفيريكال ويف فرونز، تمام؟ لحد كده اوكي؟ فهمتوا يعني ايه يعني يونيفورم بلين ويف؟ يعني ايه يونيفورم بلين ويف طيب؟ حد يقول فاهمينها كويس؟ انا مش بختبركم يعني، بس عايز تبقوا فاهمين كويس الجزء ده. يونيفورم بلين ويف معناها ان الويف بتمشي بلين ويف فرونت. ويف فرونت معناها كل البوينتس في البلين ليها نفس الدايركشن اوف فيو بتوع فيس بتوع الاكتيف فيلد، ونفس الامبليتيود والدايركشن اوف فيس بتوع الماجنتيك فيلد. خلاص؟ طيب بما اننا بنقول بقى ان احنا هنستعمل الكيس السهله اللي هي بتاعت اليونيفورم بلين ويف، ايه اللي هيتبقى في التفاضل بتاع الحاجات دي؟ هل عندي فاريشن مع الاكس؟ لا. هل عندي فاريشن مع الواي؟ لا، هيبقى بس تفاضل عندي تفاضل مع الزد. فالمعادله دي هتتحول لايه بقى؟ المعادله دي هتتحول لحاجه شكلها كده. هيبقى عندي بس كوشن على كوشن زد سكوير بس الاي سكوير بتاع الاي يساوي صفر. طيب احنا هنفترض ان الاكس، او انا هحل المعادله دي للاكس دايركشن بس دلوقتي، خلاص المعادله دي افتكروا المفروض احلها للاكس والايه تاني؟ اعرف فرق كام بيش هو الزد الاكس والواي بس، صح؟ بالتالي ممكن يبقى عندي لاكتيف فيلد كومبوننت في الاكس، ممكن عندي لاكتيف فيلد كومبوننت في الواي. يعني زد سكوير في يو اكس زد يو واي مثلا في المنظر ده، زد سكوير في يو اكس، انا مش شرط الارقام، المهم ان يعني فيها فانكشن في الزد بس في جنب يو اكس، فانكشن في الزد في الواي. ايوه طبعا. زي ما قال صبري كده لازم الاكسبريشن بتاع الريلاكتيف فيه هيبقى ايه؟ الدايركشن بتاعه يا في الاكس يا في الواي، بس ليه فاريشن في اتجاه الزد. خلاص يعني الطبيعي ان كل ما بمشي في الزد كل ما اكيد في فرق في الفيز، في شكل الفيز هيتغير زي ما هنشوف بعد كده لما نحل المعادله دي يعني. خلاص؟ ف ده معنى كلمه يونيك فور بلين ويف يعني. دلوقتي انا هحل بس الاكس كومبوننت، افترض ان الاي دي اكس كومبوننت بس، فلما اجي احل الكلام ده هلاقي ان الاي في اكس تطلع عباره عن اي نوت بلس. طبعا حل المعادله دي سهل، انتوا اتكلمتوا عنه قبل كده.
تكونش الديفرنشال ايكويشن. تفاضل تاني تشيل التفاضل تحط الام ام سكوير بلس كي سكوير بعد تقول الحل الامامي يطلع A1 في A to the power minus MC plus A2 في A to the plus MC. ده رقم او ام اكس او ام زد اي حاجه حسب انت تفاضل مع زد فيبقى ام زد. طيب الحل المعادلة دي يطلع حاجة زي كده. طيب اتجاه البروباجيشن هنا هو فين؟ البروباجيشن هو الزد صح؟ ده اللي ايه؟ ده اللي احنا بنحل على اساسه او ده اللي فيه فاريشن هو بارشل سكوير او بارشل زد سكوير بلس كي سكوير اي اكس. الترن اللي طلع جنب الكي ده هو اللي بيعبر عن البروباجيشن. طيب دلوقتي احنا بنقول ان احنا فرضنا اصلا من الاول ان انا فرض البروباجيشن في ايه؟ في الزد دايركشن. طيب اني كومبوننت في دول اللي بيعبر عن البروباجيشن في البوست زد؟ قلت ده الزد دايركشن. قلت ان ده الزد دايركشن. اني كومبوننت دول بيعبر عن البروباجيشن في البوست زد؟ اللي فيه نيجاتيف ولا فيه بوستيف؟ يعني فكروا كده يعني لو انا بتكلم على البروباجيشن في البوست زد لو انا بتكلم على نقطه 2 دي نقطه 1 تفتكر نقطه 2 المفروض يبقى الفيز عندها متاخر ولا سابق نقطه 1؟ يعني متاخر ولا يكون اكبر ولا اقل؟ المفروض متاخر صح؟ فبالتالي المفروض الترم ده هو اللي يشتغل لان الترم بيقول لما الزد تبقى اكبر او لما الزد تكبر كل ما ايه؟ كل ما الفيز بيبقى ايه؟ حاجه قليله فبالتالي ده معناه ان النقطه دي متاخره عن النقطه دي صح؟ فبالتالي الترم ده بيعبر عن propagation في البوست زد دايركشن. طيب والترم ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي نقطه واحد سابقه نقطه اثنين صح؟ فبالتالي اتجاه البروبيجيشن مش كده بقى اتجاه البروبيجيشن ايه؟ ده بيقول لي سوري نقطه اثنين سابقه نقطه واحد صح؟ نقطه واحد متاخره عن نقطه اثنين صح؟ النقطه اللي هي زد اكبر صح؟ هنا معناها ان بوينت 2 دي ليها زد اكبر يبقى بوينت 2 سابقه بوينت 1 صح؟ فبالتالي الويف ماشيه ازاي؟ كده في اتجاه نيجاتيف زد صح؟ فبالتالي ده بيقول لي ده بروبيجيشن في اتجاه نيجاتيف زد. معايا مش معايا دلوقتي المفروض وانا ماشي في الزد الويف ماشيه هي اصلا زد زيرو ماشيه في اتجاه بوست الزد طبيعي ان النقطه اللي عندها زد زيرو دي الفيز بتاعها هيبقى اكبر من ايه؟ النقطه اللي بعديها النقطه اللي بعديها متاخره لسه هروح لها صح؟ فالفيز بتاع النقطه دي المفروض يبقى ايه؟ بي لاج صح؟ فايه انهي اكسبشن بيقول بيقول فيز بي لاج؟ لما الزد بتزيد ده صح؟ ده بيقول في فوق اكس بون ماينس هيك زد كل ما الزد بتزيد كل ما الفيز ايه؟ دي لا دي كل ما الزد بتزيد كل ما الفيز بي ادفانس يعني بقول النقطه دي سابقه فبالتالي كاني جاي من النقط دي للنقط دي خلاص انا عارف مفيش ميكس لو لسه ما فهمتوش النقطه دي انا بفهمها لما نروح للاستنتينيوس تاني لو انتوا ما فهمتوهاش كويس يعني فبنرجع بس نجيب الاكسبريشن بتاع الكلاسه دي ليه اخترنا دي ليه اختارنا الاي اكس؟ ممكن احل الاي واي ما انا قلت ممكن احل الاي واي او الاي اكس. احنا بس افترضنا في الاول انا عندي كومبوننت واحده دي جلت. خلاص وحليت على اساسه وطلعت الاكسبريشن بتاعه. الاي واي هيطلع نفس الحل. خلاص نفس الحل برضه هحل المعادله دي بس بدل الاي اكس هحط اي واي فهيطلع عندي حاجه كده. اي واي بتساوي اي واي بلس بس طبعا دي هتبقى 2 لو قلت ان ده واحد هيبقى 2 حد معترض على الكلام ده؟ نفس الحل برضه ايه اللي هيفرق؟ يفرق بس الامبليتيود توتال طبعا هيكتب فيه ده يبقى المجموع ده وده ممكن يبقى ده بس موجود او ده بس او ده بس موجود او ممكن الاثنين يبقوا موجودين حسب هي اتجاه الكوميشن فين. طيب الترم بتاع الترم بتاع الاي نوت ماينس ده اللي هو بيعبر عن البروبيجيشن نكتب زاد ده هنجلكت الترم ده دلوقتي خلاص احنا هنقول ان احنا ما عندناش اي حاجه بتبروباجيت في ايه؟ في النيجاتيف زد دايركشن. خلاص انت بتقول ان الويف خرجت من السورس، السورس موجوده على زد ايكوال زيرو وماشيه لحد ما لا نهايه من غير ما اي حاجه تعترض الطريق بتاعها، من غير ما في اي اوبتكلز او اي حاجه في النص تخليها تعمل ريفلكشن. خلاص؟ وبالتالي احنا بنلاقي الترم ده فاحنا بنقول بس الاي قلنا الاي اوف اكس الاي مود 1 بلس يو اكس. خد بالكم ان انا بس بكتب الاي سب اكس كده كتبت الاتجاه هو اتجاه الاكس. انا بس فاضل كل ده ان انا بحل على ايه؟ على دي في اتجاه الاكس دايركشن. طبعا لو انا عندي الاثنين مع بعض هيزيد هنا بلس اي نوت 2 اي تو باور ماينس جي كي زد يو واي. لو انا عندي ده وده مع بعض. خلاص؟ ومفيش ليه اي زد. ليه مفيش اي زد؟ طيب بص على الشكل هناك ده. خلاص انا عشان يبقى كل البوينتس هنا
ليها نفس الدايركشن وليها نفس الفيز نفس الامبليتيود لازم الاي يكون موجود في البلين دي ما يكونش موجود فين في اتجاه البروباجيشن هو اتجاه الزد عشان كده ملهاش بس في تغير في تغير يعني في بارشال اي مع بارشال زد يعني شكل الالكتريك فيلد في البلين دي بيتغير كل ما الزد بيتغير بس ملوش كومبوننت او اتجاهه مش اتجاه الزد تمام ماشي بس فانكشن ليها كون ماثماتيكال يعني ليها كون ماثماتيكال كبير بس طبعا عندكم محاضره اصلا انتوا كبرين طبعا عندكم محاضره صح؟ على حسب اني نوع محاضره وما حضرتش المحاضره اللي فاتت بس يعني الكلام ده اعرفه على طول كده احنا بالفين كنا لازم طالما انا بتكلم على بلينر ويف فرونتس وبقول ان كل البوينتس اللي في البلين دي والبلين دي عموديه على اتجاه البروبيجيشن ده اتجاه البروبيجيشن دي بلين فالبلين دي عموديه على اتجاه البروبيجيشن وكل البوينتس اللي هنا ليها نفس الدايركشن والامبليتيود والفيز بتاع الالكتريك فيلد فلازم الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد يكون موجود في البلين دي بس مش هيكون في اتجاه البروبيجيشن بس كان بالنسبه للدايركشن كان في الميتيو نفسه في الكاينت اللي كان سيت ماشي يعني مش فاكر فاكر ان زي مش موجود ايوه ما هو ده الدايركشن صح؟ ما انت بتقول الاي دايركت ما بتقول اي مش موجوده في الزد فبتقول ايه الدايركشن بتاع مش زد؟ مش فانكشن في اليونت فيكتوريال بتاع الزد مش الالكتريك فيلد ما بقاش موجودين في البلاين العمودي على اتجاه الترابيزيشن طيب لو حبينا من هنا بس نجيب ايه؟ نجيب الـ instantaneous expression عايزين من هنا كده ننقل على الـ instantaneous expression هنعمل ايه؟ نضرب في ايه؟ في ايه الباور جي اوف تي وناخد الـ mean power ده طبعا ده function في الزد بس ده هيبقى عباره عن الـ mean power بتاع تي مود 1 e to power j of the t minus k of kz و x الكلام ده هيطلع ايه بقى؟ الكلام ده هيطلع هنا مش عايزين معادلات تاني الكلام ده هيطلع لنا ان الـ E of Z و T بتساوي Z node 1 plus cosine omega T minus KZ UX ده كده ده الـ expression instantaneous طيب لما اجي اتكلم على بوينت ليها كونستنت فيز او بوينت ليها سيرتن فيز ده معناه ايه؟ معناه ان الترم بتاع اوميجا تي ماينس كذا ده يكون ايه؟ يكون بيساوي حاجه كونستنت صح؟ لما اجي اقول ان انا بتكلم على نقطه ليها سيرتن فيز فده معناه ايه؟ ان اوميجا تي ماينس كذا ده لازم يكون بيساوي ايه؟ حاجه كونستنت صح؟ طيب دلوقتي انا بقول ان انا بأوبزرف او بتزود بشكل الالكتريك فيلد والتايم بيزيد لما التي بيزيد عشان تفضل النقطه دي لسه ليها نفس الفيز ايه اللي هيحصل؟ عشان يفضل الفرق ده ثابت ايه اللي هيحصل؟ الزد لازم تزيد بايه؟ بالبوزيتيف صح؟ طالما التايم بيزيد لازم الزد تزيد بالبوزيتيف عشان الاثنين او اوميجا تي ماينس كذا بيطلع نفس الرقم الكرستي فالكلام ده بيقول ايه؟ بيقول انا لو عندي لو دي ويف مثلا النقطه دي انا ببص عليها فبقول ايه النقطه دي ليها سيرتن فيز النقطه دي هتتحرك مع التايم في الزد عشان ايه كل ما التايم يزيد فالنقطه دي هتتحرك مع الزد عشان تفضل ليها ايه نفس الفيز ده معنى كلمه الويف بروباجي صح دي بتتحرك فبالتالي ايه بتمشي في الزد عشان تفضل محتفظه بنفس الفيز بتاعها خلاص هو اونج تي ماينس كذا بيساوي كارس طيب لو حطينا الاشاره دي بلس ده يعبر عن بروباجيشن في ايه في النيجاتيف زد صح؟ لان انا بقول التايم بيزيد فلازم الزد ايه؟ الزد تزيد بالنيجاتيف صح؟ عشان يفضل ايه؟ يفضل الفرق او يفضل مجموعة بتاع اوميجا تي بلس كي زد يفضل بيساوي نفس الرقم الكارس اللي هو بيعبر ان النقطة دي ليها سيرتن فيز تمام؟ اقولها تاني اللي ما فهمهاش من الحتة دي ما فهمش ان ده بيعبر عن الكيشن في بوست زد دايركشن يبص تاني على الموضوع ده انا لما اتكلم ان عندي نقطة ليها سيرتن فيز خلاص؟ نقطة ليها فيز معين مش لاقي انا بتكلم مش انا بتكلم على ويف فرونت فالفيز بتاع النقطه كونستنت صح؟ فبتكلم على نقطه ليها سيرتن فيز فبقول ايه بقى النقطه ليها سيرتن فيز دي لما التايم يزيد هتتحرك هتتحرك ليه؟ عشان يفضل فرق الاوميجا تي ماينس كيزا دي يفضل نفس الرقم الكونستنت خلاص هتتحرك بايه؟ بالزد هتتحرك بالزد بوزيتيف في الحاله دي لان اوميجا تي ده تي زاد فبالتالي الزد لازم تزيد بحاجه بوزيتيف عشان يفضل اوميجا تي ماينس كيزا بنفس الرقم الكونستنت طيب لو كانت لو باخد الترم ده يعني باخد الترم هو اي تو بلس جي كي زد
العامل هتبقى بلس، فلازم النقطه تتحرك في ايه؟ في الاتجاه النيجاتيف عشان يفضل ايه؟ اوميجا تي بلس كي زد يفضل نفس الحاجه خالص، يعني كده كده بيزيد. هو ليه لازم اروح من ده يبقى كونستنت؟ يعني ليه لازم يبقى كونستنت؟ ليه لازم ده يبقى كونستنت؟ عشان بتكلم على نقطه ليها سيرتن فيز. لسه كنت درست سؤال مثلا نقطه ليها سيرتن فيز خلاص؟ فمعناها ان الحاجه اللي جوه الكوساين دي ايه؟ كونستنت. اوميجا تي بلس كي زد دي كونستنت. نقطة اللي هي كونستنت فيز مش في نفس البلاين يعني موجودة؟ ماشي. طب يعني لو حركتها على الويف ازاي؟ لما التايم، لا لما التايم بيتحرك او لما التايم بيتغير الويف فورم دي بتتحرك كده. خلاص؟ يعني بتفضل بنفس الشكل ده بس بتتحرك. خلاص؟ ده كده دول كده نفس التايم انزل. فالحاجة اللي هنا غير هنا. بس لما التايم يزيد دول اللي هيفضلوا يتحركوا كده. مين دول هيتحركوا؟ عشان يحتفظوا بنفس الفيز بتاعهم. طيب التيرم بتاع اوميجا تي ماينس كي زد ده لو انا حابب بقى اجيب الفلوستي اللي بتتحرك بيها حاجه اسمها فيز فلوستي، الفلوستي بتتحرك بيها اللي ايه النقطه اللي ليها سيرتن فيز دي، النقطه اللي ليها سيرتن فيز عايز اشوف هي بتتحرك او بتمشي بسرعه قد ايه؟ يعني هاخد الكلام ده عن دي زد اوفر دي تي يعني، هيبقى عندي اوميجا دي تي اوميجا دي تي ماينس كي دي زد بيساوي زيرو، كانت عندي دي زد اوفر دي تي بيساوي اوميجا اوفر كي ده اللي هو بنسميه في فيز اوميجا اوفر كي دي هتديني اوميجا على اوميجا روت نيو ابسن اجي دي واحد على روت نيو ابسن، فبالتالي في فيز هي نفس الوسط بتاعت الويف او النقطه اللي ليها سيرتن فيز بتتحرك بنفس سرعه الويف، وطبعا لو انا بتكلم ان عندي ميو نود وابسن نود عندي فري سبيس يعني فساعتها الكلام ده هيبقى ايه؟ سي خلاص الوسط دي هتبقى سي. طيب لو عايز اجيب اللاندا، اللاندا هي ايه؟ المسافه اللي النقطه هتمشيها عشان ايه؟ ترجع تاني لنفس الفيز بتاعها صح؟ او بقول ان الديستنس ما بين تو بوينتس هي نفس الفيز صح؟ فبالتالي بقول ان كيف كيف لاندا المفروض تكون بتساوي ايه؟ تو باي صح؟ فبالتالي كي هتبقى تطلع تو باي اوفر لاندا صح؟ ده تعريف الاراخ ما بين الكي واللاندا. في فيز معناها ان الفيز بتاع النقطه او النقطه دي اسمها فيز بتتحرك قد ايه؟ بسرعه قد ايه؟ شوف بتتحرك اه شوف البوينتس اللي هي نفس الفيز دي بتتحرك بسرعه قد ايه؟ طيب لحد كده في مشكله؟ طيب ده كده المفروض ايه؟ ده اليونيفورم بلان ويف لو عايزين احنا كده المفروض طلعنا اكسبريشن لايه؟ للاي وقلنا الاي ممكن يبقى في اتجاه الاكس يبقى في اتجاه الواي بس مش هيبقى موجود في اتجاه البروباجيشن اللي هو الزد. طيب لو عايزين نجيب بقى الاتش لو عايزين نجيب الاتش فهستعمل عدد تقول ان كيرل اي بيساوي ماينس جي اوميجا ميو اتش ف هلاقي ان الاتش بيساوي 1 اوفر ماينس جي اوميجا ميو كيرل اي. طيب الاتش احنا لسه كنا قايلين برضه الاتش مش هيبقى كومبوننت في زد شباب بلاش كلام كتير بلاش كلام كتير بقى الاتش هيبقى برضه ليها كومبوننت في ايه في الاكس في الواي بس طيب والكيرل بتاع الاي يبقى عباره عن ايه بقى يو اكس يو واي يو زد ونكتب انا بارشل بارشل اكس بارشل بارشل واي بارشل بارشل زد هيبقى عندنا هنا ايه بقى؟ احنا كنا مش هيبقى عندي كومبوننت في الاي اكس بس والاي واي بس ما عنديش كومبوننت في الاي زد. هل انا عندي فاريشن مع الاكس مع الواي؟ كنا لسه بنقول من شويه. هل عندي بارشل بارشل اكس او عندي بارشل بارشل واي؟ لا ده هيبقى صفر ده هيبقى صفر كمان. فالكلام ده هيطلع لي بقى ايه؟ دايركت ريليشن كده ما بين الاتش والاي هنلاقي ان الاتش اكس تساوي ماينس كي نو على اوميجا زي نو ده كي نو يعني واي بلس اتش واي طيب ده هلاقي ان الاكس كومبوننت بتاع الاتش ليه علاقه في علاقه بتربطه بايه؟ بالاي واي بتاع بالكومبوننت بتاع واي بتاع الراكب فيه لو انا عندي لو عندي اي اكس هلاقي في علاقه بتربطه بايه؟ بالاتش واي بس
فبالتالي معنى كده لو انا عندي اي واي بس هيبقى عندي اتش اكس بس، لو عندي اي اكس بس هيبقى عندي اتش واي بس. طيب الكلام ده معناه ايه بقى؟ انتوا ممكن تلاحظوا ايه من الموضوع ده؟ احنا دلوقتي الـ integral propagation هو الزد صح؟ طيب لما كان عندي الـ integral propagation هو الزد وكان عندي كومبوننت الاي في اتجاه الواي، كان عندي كومبوننت الاتش في اتجاه الاكس، فبالتالي الاي والاتش واتجاه البروبيجيشن مالهم؟ التلاته عمودين على بعض. لو كان عندي اتجاه البروبيجيشن هو الزد وكان الكومبوننت بتاع الاكتيف فيلد في اتجاه الاكس، ساعتها الماجنتيك فيلد كان في اتجاه الواي. خلاص فده برضه بيقول نفس الكلام. شمس البوست ده ايه زي هنا ايه؟ ها؟ زيرو 1 ليه في شارب ماينس؟ لا علامه البلاس دي معناها ان انا واخد بس الحل بتاع البروبيجيشن في البوست الزد، مش بتكلم على الحل في اتجاه النيجاتيف زد، عشان كده في هنا شرط بلس. الجي راحت فين؟ هتروح مع التفاضل هنا في ماينس يونج نيو، لما اجي اتفاضل مع الزد هينزل الايه؟ بالاكسبريشن بتاع الاي ده اللي هو ماينس جي كي زد، التفاضل هينزل ماينس جي فطلع طاير جي. هلاقي بقى ان على طول العلاقه ما بين الماجنتيود بتاع الاي واي من اتش اكس بيساوي الماجنتيود بتاع اي اكس على الاتش واي بيساوي حاجه اسمها الايتا، بيساوي الاول اوميجا نيو على كي، دي بنسميها ايتا او الانترنسك امبيدنس اوف الميديا. بنلاقي ان العلاقه على طول ما بين الاي والاتش، لو جينا بصينا هنا تلاقي على طول العلاقه ما بين الماجنتيود بتاع الاي والماجنتيود بتاع الاتش، الماجنتيود بتاع الاي والماجنتيود بتاع الاتش ده على ده بيساوي ايه؟ اوميجا نيو على كي. طيب الاي ده بيتقاس بالفولت بير ميتر، والاتش بيتقاس بايه؟ بالامبير بير ميتر. فولت بير ميتر على امبير بير ميتر يديني فولت على امبير يديني ايه؟ اوم. خلاص فبالتالي اليونتس بتاعت الايتا دي هي اوم، فبالتالي سميناها امبيدنس انترنسك لان هي حاجه بتبقى ليها علاقه بالميديوم بس، او ليها علاقه بالنيو والابسن او بالبروبرتيز بتاعت الميديوم، وليها علاقه كمان بايه؟ بالفريكونسي بتاعت السورس اللي انا دخلته بس، او اللي هو الاوت. بس في الاخر لما لو جينا حبينا يعني نعمل ايه بقى؟ يعني لو فكينا الكي دي، الكي دي ممكن نفكها لايه؟ اوميجا روت يو اف زي ما كنا كده من شويه صح؟ هنلاقي ان الايتا دي تطلع ايه؟ روت يو اوفر ابسن صح؟ اوميجا يترفع نيو على روت نيو ابسن فيطلع روت نيو على ابسن، فبالتالي الايتا دي هتلاقوها ايه؟ تعتمد بس على ايه؟ على نيو ابسن بس، عشان كده اسمها انترنسك، هي خاصيه من خصائص الميديوم. اللي هو بقول لو انا عندي ميديوم فري سبيس مثلا مشيت في اي فالامبليود بتاع اي هيبقى ريليت الامبليود بتاع الاتش بالفاكتور ايتا ده، عشان كده بنسميها الانترنسك امبيدنس اوف الميديوم. خلاص؟ طيب لو بتكلم على فري سبيس الريشيو دي هتبقى بتساوي ايتا نود اللي هي هتبقى روت نيو نود على ابسلون نود اللي هي هتبقى بتساوي 120 واط. طيب فبالتالي انا عارف بقى لو انا عندي اي واي هجيب منها الاتش، هيبقى عندي اتش في اتجاه نيجاتيف اكس، فيبقى ايه العلاقه ما بينهم؟ هي ايه؟ الايتا. لو عندي اي اكس هيبقى عندي الاتش في اتجاه البوزيتيف واي، وهيبقى العلاقه بينهم هي الايتا. الاشارات بتاعت البوستيف والنيجاتيف دي يعني ما تحفظهاش من هنا خلاص، انا بس ده الكلام ده البروف يعني او ازاي وصلنا لرقم ما بين الاتش والاي، بس كمان شويه كده هنكتب حاجه بالفاكتورز هتطلع على طول الدايركشنز او الاشارات اللي هتتظبط بعديها يعني. خلاص عرف بس ان الاي على الاتش على طول بيساوي ايتا، خلاص الكيو بتاع الاي على الكيو بتاع الاتش بيساوي ايتا على طول. اوكي؟ طيب احنا قلنا دلوقتي ان انا ممكن اطلع اكسبريشن للاي اكس وممكن اطلع اكسبريشن للاي واي، كل ده احنا كنا فاضلين ايه؟ البروباجيشن في اتجاه الزد صح؟ طيب لو حبينا نقول دلوقتي البروباجيشن في اتجاه الاكس مثلا، افترضنا ان البروباجيشن عندنا في اتجاه الاكس، ايه اللي هيحصل؟ هيتغير اي حاجه في الحل؟ الزد الاي بس هتبقى ايه؟ الاي يا اما هتبقى في اتجاه الواي او الزد. فيبقى عندي برضه نفس الكلام امبليتيود في اكس باور ماينس جي كي اكس، انا كده فاضل ايه؟ البروباجيشن عندي يوني فور بلين ويف يعني بروجيتنج في ايه؟ في الاكس دايركشن. تمام؟ طيب لو انا بقى بقول ايه؟ ان انا عندي ويف بروجيتنج في اربيتري دايركشن اللي هو لا اكس ولا واي ولا زد، حاجه ماشيه كده. الاول بس احنا الكلام اللي احنا قلناه من هنا ده عرفنا منه اللي احنا قلناه هنا، قلنا ان الاي نورمال على الاتش نورمال على ايه؟ اتجاه البروجيشن هو اتجاه الزد صح؟ لو حبينا مثلا نرسم الكلام ده نرسم الشكل، وقلنا مثلا ده شكل ايه؟
ده زد مثلا وده اكس ده واي عشان اكس وشويه دول زد. فلو ده اتجاه البروبيجيشن فالاي عندي مثلا هتكون بالشكل ده ايه؟ الاتش هتبقى عندي بالشكل ده صح؟ عشان التلاته لازم يكونوا عاملين على بعض. طيب فبالتالي لو انا بتكلم على حاجه بروبيجيت في ابيتال دايركشن مثلا وليكن الار دايركشن خلاص يعني عندي بروبيجيشن في ايه؟ في الار. الار ده ليه كومبوننت في الاكس وكومبوننت في الواي وكومبوننت في الزد. تفتكروا شكل شكل الالكتر فيه ده يكون عامل ايه؟ يكون حاجه عموديه صح؟ اه الار دايركشن ده والاتش نفس الكلام يكون حاجه عموديه برضه فاهم كده؟ بحيث ان التلاته يكونوا ايه؟ عمودين على بعض. طيب لو حبيت اكتب اكسبريشن جنرال بقى للالكتر فيه اقول ايه؟ اقول ان الالكتر فيه ده طبعا ايه نوت ده بس هيبقى فيكتور صح؟ لان الاي نوت ده هيبقى دايركشن فيو واي او فيو زد يا اما دي واي يا اما دي زد. هنا مثلا ممكن الم الكلام ده واكتب ايه نوت 1 فيكتور مثلا انا هبدا ايه نوت 1 بلس اتجاه اليو اكس كنت بي نوت 1 فيكتور. فبالتالي ممكن اقول ان الاي ان جنرال بقى انا مش عارف اتجاهها فين صح؟ انا عارف ان هي بس حاجه هتبقى عموديه اتجاه البروبيجيشن فاقول خلاص ان هي عباره عن كونستنت فيكتور كده حاجه كونستنت بس فيكتور ينفع فيكتور يبقى كونستنت عادي صح؟ لو عندي مثلا 2 يو اكس او 3 يو واي او اي حاجه كده كل دول بيتقال عليهم ايه؟ كونستنت فيكتور يعني فيكتور دي طيب وهقول ايه؟ الجزء بيعبر عن بروباجيشن هيبقى فيه جزء بيعبر عن ايه؟ عن بروباجيشن في الاكس، جزء بيعبر عن بروباجيشن في الواي، جزء بيعبر عن ايه؟ عن بروباجيشن في الزد صح؟ كل واحد دي ايه؟ دي الكومبوننت او الويف نمبر بتاعه. طيب الكلام ده ممكن اكتبه لو الترم بتاع الكي مثلا ممكن الم الحاجات دي اقول ان هي عباره عن كي دوت ار واقول ان الكي ده يبقى عباره عن فيكتور في الكيس دي هيبقى عباره عن كي اكس يو اكس بس اللي هو ده مجرد روتيشن ها كي واي يو واي بس كي زد كي زد واجي الم الترم ده في حاجه بالشكل ده اقول ان هي هتبقى عباره عن اي نوت اي تو باور ماينس جي كي دوت ار. ده كده ايه؟ ده شكل جنرال. لو انا بقول ان الويف بروباجيت في جنرال دايركشن خلاص لو ليها كومبوننت في الاكس في واي في زد فهو خلاص الترم بتاع اللي عباره عن بروباجيشن يبقى بيساوي كي اكس في اكس بلس كي واي في واي بلس كي زد ده لو عباره عن كي دوت ار يبقى ماينس جي كي دوت ار. والترم ده بيعبر عن ايه؟ الاتجاه بتاع الالكتر فيلد اللي هو هيبقى عمودي على اتجاه الار. طيب النورم بقى بتاع الكي ده لو انا عايز اطلع النورم بتاع الكي المفروض يبقى بيساوي روت كي اكس سكوير بس كي واي سكوير واي سكوير بس كي زد سكوير ده اللي هو هيبقى بيساوي اوميجا روت 2 ابسلون زي بالظبط الكي اللي احنا شفناه قبل كده. الكي ده كان بيبقى ايه؟ ويف نمبر بيعبر عن اتجاه البروباجيشن فهو حاجه بتتضرب في ايه؟ في اتجاه البروباجيشن. المفروض الكي ده لو جمعت لو قلت ده عايز اعرف اتجاهه فين لو قلت كي اكس يو اكس بس كي واي واي بس كي زد زد ده اتجاهه فين؟ المفروض اتجاهه يطلع ايه؟ اتجاه البروباجيشن ماشي يعني ممكن اكتبه كده اكتبه لان هو كي دايركشن بتاع البروباجيشن ده اللي هو كي فيكتور. كي فيكتور ده انه كي اتجاه البروباجيشن بس بما اني مش عارف اتجاه البروباجيشن ده يعني مش عارف اوصفه خلاص هحلله في اتجاه الاكس وفي الواي زي اكني بالظبط عامل سبيكتر كوردنتس يعني خلاص الكي ده هجيبه في الزد هيبقى ايه؟ الماجنتيود بتاع كي مضروب في ايه؟ كوساين ثيتا. طيب وعشان اجيبه في على الاكس اكسس هيبقى بيتضرب في ساين ثيتا كوساين فور وعشان اجيبه على الواي اكسس هيتضرب في ايه؟ ساين ثيتا ساين فور. فبالتالي ده هيطلع لي ايه؟ كومبوننت الكي في الاكس وفي الواي في الزد. فبالتالي كل لما اضرب كي اكس في الاكس بيقول لي ان عندي حته من الويف بروباجيت في الاكس وحته من الويف بروباجيت في الواي وحته بروباجيت في الزد. مجموعهم بيديني بروباجيشن زي في اربيتري دايركشن. خلاص؟ دايركشن اللي هو اكس وهو واي وهو زد. فده كده دي الحالة الجنرال. لو انا عندي بروباجيشن في الواي دايركشن مثلا بس فساعتها ايه؟ ده هيبقى اي نوت بلس اكس باور زي ما قلنا خلاص اكس باور ماينس جي كي واي صح؟ ساعتها الاي نوت بلس ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى في اتجاه الاكس او في اتجاه الزد خلاص؟ فاهمين كده؟ الكلام ده كله طبعا الاتش هتبقى نفس القصة الاتش برضه هتبقى عبارة عن اتش نوت الكيس اللي احنا بنتكلم عليها دي حاله من حالات او نوع من انواع الويفز
اللي فيها الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد واتجاه البروفيجن الثلاثه بيكونوا ايه؟ نور على بعض، يعني كلمه تي ام واي او ترانسفيرس الكتروماجنتيك واي. ترانسفيرس الكتروماجنتيك ويفز. ما هو ده ماجنتيود بس ليه دايركشن. كونستنت بس ليه دايركشن اللي هو اتجاه اي واتجاه الاكشن. اللي هو هنا مثلا كان يا اما هيبقى يو واي يا اما يو زد. ماشيين دي كده كده. هنا مثلا يو واي. فده اللي هو هيبقى يسمى يو بلس يو واي. ده كده. فده كده كل عمل اصلا مين يو فيك. خلاص؟ مش على طول كده يعني في الفري سبيس مثلا لو عندي دايركت اي انفنت ميديوم يعني او الوضع ده صح بس مثلا لما خلاص انا ثالثه هتلبس حاجه اسمها ويف جايز. ويف جايز دي تبقى علبه كونداكتور كده بمشي فيها الويف فدي بتخنق الويف ما بتخليهاش تعرف تمشي فيه قوي ما بتعرفش تخلي الاي والاتش نتيجه الباوندر كونديشنز بتخرج الكونداكتور مش احنا اتكلمنا الكونداكتور بيحاول يموت الفيلد جواه بيفرض شويه باوند كونديشنز على الويف ايكويشن دي فبيخلي الحل بتاعه مش بيطلع تي ام ويف. الكلام ده بدري شويه بس هتعرفه السنه الجايه يعني. اصل هي مش على طول بتبقى تي ام ويف. طيب ان جنرال بقى لو عايزين نجيب الاتش من الاي او الاي من الاتش فبنيجي نطبق الارقام دي على طول بقول ان الاي بتساوي ايتا اتش كروس يو بروباجيشن وان الاتش بتساوي 1 ايتا يو بروباجيشن كروس اي. الارقام دي هنستعملها على طول طالما احنا عارفين ان دي يونيفورم بلين ويف. طالما هي يونيفورم بلين ويف فده معناه ان الاي والاتش هي البروباجيشن نورمال على بعض وان هي ترانس ده معناها ان هي ترانس الكتريك ويف. فاقدر ساعتها استعمل الارقام دي على طول عشان تحفظوا الارقام دي على طول من غير بس ما تستعملوا الحاجات دي خلاص يعني من غير ما تعملوا تحفظوا ان اتش اكس بتساوي كذا في كيو واي او كده اعرفوا ايه الرسمه دي كده اي اتش في اتجاه البروباجيشن. لو انا عايز اجيب الاي فاروح مخبي الاي تبقى عباره عن اتش كروس يو بروباجيشن خلاص واجي اروح حاطط هنا ايتا فبالتالي هي ايه؟ ايتا مضروبه في اتش كروس يو بروباجيشن برضو عايز اجيب الاتش لو عايز اجيب الاتش هي هتبقى عباره عن يو بروباجيشن كروس الاي واحط هنا 1 اوفر ايتا خلاص؟ لو عايز اجيب الاي اروح مخبي الاي هتبقى ايتا اتش كروس يو بروباجيشن. لو مش عايزين تحفظوا الايتا و1 اوفر ايتا دول عشان ما تلخبطوش فخلاص الزوم كده دلوقتي قولوا طيب انا دلوقتي ايه عايز اجيب الاي فهتبقى عباره عن اتش كروس بروباجيشن. طيب وانا عارف الايتا علاقه ايه ما بين الاي على اتش وانا عايز اجيب الاي دلوقتي بهضرب في اي خلاص بهضرب في اي. طيب لو عايز اجيب الاتش هي عباره عن يو بروباجيشن كروس الاي خلاص. طيب العلاقه ما بين الاي والاتش هي اي على اتش بيساوي ايتا يعني اتش على اي بيساوي 1 اوفر ايتا وانا عايز اجيب الاتش هيبقى 1 اوفر ايتا يو بروباجيشن كروس الاي تمام. فاعرفوا بس اللفه دي كده وان انا لما اعمل اي كروس اتش دي اتجاه البروباجيشن. طيب لو حبينا نجيب يعني لو حبينا نتاكد بس ان الكلام ده مظبوط وانه هيطلع لي اشارات مظبوطه يعني. خلينا نفترض مثلا ايه انا دلوقتي كنت في حياتي فاضل اتجاه البروباجيشن هو الزد صح؟ فايه هيبقى هنا يو زد يو بي دي هتبقى يو زد. طيب اول كيس مثلا لو قلت ان الاي في اتجاه واي طيب عندي يو زد كروس يو واي يو زد كروس يو واي ده يديني ايه؟ بص على اللفه بتاعت الكورنج سيستم ادي اكس واي زد يو اكس كروس سوري احنا قلنا ايه دلوقتي؟ قلنا يو زد كروس يو واي اديني ايه؟ انا ماشي عكس اللفه يديني ماينس يو اكس هتلاقي الشرطه الماينس دي هتلاقيها طلعت لوحديها خلاص كروس برودكت عملت كروس برودكت دي هتظبط الاشارات لوحديها فهيبقى عندي يو زد كروس يو واي اديني ماينس يو اكس طبعا في فاكتور بتاعي فبالتالي هيطلع ان الاتش اكس بتساوي ايه؟ ماينس يو واي على ايه؟ طيب لو حبينا نجرب الحاله الثانيه الاي هيبقى في اتجاه الاكس واتجاه البروفيشن هو زد زد كروس اكس يديني واي فهيطلع على طول الاتش في اتجاه الواي مفيش شارب بوينت خلاص فاعرف على طول ازاي تستعملوا المعادلات دي من غير ما تحفظوا الحاجات دي خلاص والاي على طول هي روت ميو على ابسل ولو هي فري سبيس هتبقى روت ميو على ابسل نود اللي هي بتطلع ب 120 باي جت منين 120 باي انا عارف الميو نود هي 4 باي في 10 سالب 7 والابسل نود هي 10 باي في 9 على 36 باي لحد كده في مشكله؟ عرفتوا الكيس الجنرال دي؟ طيب ان جنرال او الكيس الجنرال دي انا عندي التيرم ده كده زي ما قلنا ده فيكتور صح؟ بس ماله؟ كونستنت صح؟ ده كونستنت فيكتور ماشي؟
طيب والترم اللي جنبيه ده سكيلر ولا فيكتور؟ اي تو باور ماينس جي كده وتقعد ده سكيلر ولا فيكتور؟ سكيلر. طب سكيلر فانكشن ولا سكيلر كونستنت؟ سكيلر كونستنت. لا ازاي كونستنت؟ ازاي كونستنت هو في اكس وواي زد فبيبقى على اكس وواي زد فبالتالي ده سكيلر فانكشن. خلاص؟ تاني بقى ان جنرال كده انا بس يعني هكتب هكتبها هنا على جنب عشان هنحتاجهم. ياتو تساوي اي مود ماينس جي كيو اوف ار اتش تساوي اتش مود ماينس جي كيو اوف ار من العلاقه ما بين الاي والاتش اي تاتش بلس يو كومبليشن من الاتش هتبقى عباره عن 1 اوفر بيتا كومبليشن بلس الاي بلس ده كده كونستنت نعرف ان العلاقه ما بين الاي والاتش هي البروباجيشن فور رايت هاند رول لازم الاي نورمال على الاتش نورمال على اتجاه البروباجيشن. طيب اللي يهمنا يعني الجزء ده كده هو اللي يهمنا صعب تطلع بيه من السكشن خلاص هو وايه وحته ان انتوا عارفين تحاولوا الفيزو الانستنتيس والعكس الانستنتيس الفيزو ده هدف السكشن بغض النظر عن الماس دي اللي احنا دخلناها بس انا خليني بس اشرح كتير السكشن ده انا سيد كان قال لي ان الدكتور في محاضره يعني داخل متاخر فيها يعني اشتغل فيها بسرعه يعني عشان كده بس عديت على الحاجات كلها دي خلاص احنا خلاص السكشن الجاي نقلل شويه من الشرح ماشي؟ لا مش هينفع عشان من على فبالتالي احنا بس اللي عايزين نطلع بيه من السكشن هو المعلومات دي مع ايه؟ مع التحويل من الفيزر من الاستنتينيوس والعكس خلاص؟ طيب اي اسئله لحد كده؟ اي اسئله؟ نكمل نحل كم مساله كده؟ مسالتين بالظبط يا حبيبي اول مساله بيقول لنا انا عندي يونيفورم بلين ويف يونيفورم بلين ويف دي يعني بروباجيتنج يونيفورم بلين ويف وطالب ان احنا بنثبت ان ماكسيمم ايكويشنز في الحاله بتاعت يونيفورم بلين ويف دي هتقول للمنظر ده عندنا ماكسيمم ايكويشن عندنا اربع معادلات صح اول معادله كانت بتقول ان كيرل اي بتساوي ماينس جي اوميجا ميو اتش ثاني معادله كانت بتقول ان كيرل اتش بتساوي جي اوميجا ابسلون اي وبعدين كانوا عندي معادلتين بتوع دايفرت دول طبعا سورس فري سورس فري ماكس بوتيشن كانت بتقول دايفرجنس بتاع اي بتساوي زيرو دايفرجنس بتاع الاتش بيساوي زيرو فعايز اثبت ان الكلام المعادلات اللي احنا كنا لسه كاتبينها من شويه بتاعت السورس فري ماكس بوتيشن في حاله اليونيفورم بلين ويف ممكن اكتبها بالشكل ده
طيب ومحتاج بس احنا بنحل المعادله دي ان احنا سوري او بنحل المسائل نعرف شويه قوانين كده من الفيكتور الجبر بتقول ايه؟ بتقول ان انا لو عندي كيرل بتاع كميه سكيلر جنب كميه فيكتور والاثنين مضروبين في بعض ده هيديني الكميه سكيلر مضروبه في ايه؟ في الكيرل بتاع الكميه فيكتور بلس الجريدينت بتاع الكميه سكيلر عملها كروس برودكت مع الكميه فيكتور. ما تقلقوش من الرولز دي يعني مش تحفظوها خلاص. الرولز دي موجوده في فورم شيت وهتحتاجوها في الامتحان. يعني لو الدكتور جاب بروف زي ده كده او مساله زي دي او مش بروف قوي يعني مساله بس كده يعني فيها شويه ماث خلاص. فلو الدكتور جاب حاجه فيها كده او حاجه محتاجه فيكتور رولز او فيكتور ايدنتيتي هيجيب لكم الايدنتيتي في فورم شيت في الامتحان خلاص. المهم بس اعرفوا تطبقوها خلاص يعني مش لازم تحفظوها مش ده قصدي يعني خلاص عشان تطبقوها بس ده السكيلر خلاص وده الباقي. دايما كده قبل يعني قبل الامتحان حاول تتاكد انك عارف تستعمل فورم شيت ان شاء الله لما نيجي نعمل ميد تيرم فيجن او فاينل فيجن يعني هنبقى نتكلم ازاي نستعمل فورم شيت يعني. طيب عشان اثبت الكلام ده فانا مش هعمل كلهم يعني هعمل بس واحده من بتوع الكروس واحده من بتوع الدوت. خلينا نجرب بس اول المعادله دي المفروض احاول اوصل بالشكل ده اوصل من كيرف اي يكون معنى جي اوميجا ميو اتش احاول اوصل ايه بالشكل ده. طيب انا عارف ان الاي دي ممكن اكتبها على انها ايه؟ اوصل الشكل هناك كده الاي دي ممكن اكتبها على انها كيرل بتاع يعني اشيل اي واحط اي نود اي سكور ماينس جي كي دوت ار صح كده؟ مش ده الشكل الجنرال بتاع ديرتيو كيرل ويف وجيتنج في اربيتري دايركشن. طيب الترم ده كده هو ايه؟ ده كونستنت فيكتور وده سكيلر فانكشن. طيب كيرل كده فين الباي وفين الاي؟ الباي هي الترم ده صح؟ وده ايه؟ ده الكمية فيكتور صح؟ فبالتالي انا هستعمل الفيكتور ايدنت دي ان انا اكتب الكلام ده. فاقول ده هيبقى بيساوي ايه بقى؟ هيبقى عندي الكمية السكيلر دي اللي هي الفاي اهي مضروبة في ايه؟ في كيرل الكمية الفيكتور بلس هنعمل ايه؟ جريدينت الكمية السكيلر نعمل كروس برودكت بعد كده مع الكمية الفيكتور. طيب مش الكيرل دي عمليه تفاضل؟ انا كده بعمل تفاضل لايه؟ تفاضل لاي نود اللي هو كونستنت فيكتور صح؟ فبالتالي الترم ده ماله؟ صفر صح؟ يبقى بس عندي الترم ده. طيب الجريدينت بتاع اي تو ذا باور ماينس جي كي دوت ار ده هيبقى عباره عن الجريدينت بتاع اي تو ذا باور ماينس جي كي اكس اكس اي تو ذا باور ماينس جي كي واي واي باور ماينس جي كي زد صح؟ الجريدينت هو عباره عن ايه؟ بارشل بارشل اكس يو اكس بس بارشل بارشل واي يو واي بس بارشل بارشل زد يو زد. ده هيخش على الفانكشن دي دي ايه؟ التفاضل اكسبوننشال اللي هو ايه؟ بس في تفاضل مستعار صح؟ فبالتالي الكلام ده هيطلع لي ماينس جي ده اللي هو نزل من التفاضل الاصل خلاص في ايه؟ كي اكس يو اكس بلس كي واي يو واي صح؟ يعني ده كل تفاضل نزل لي الحاجه اللي جنب بارشل بارشل اكس نزل لي كي اكس في جاري اكس بارشل بارشل واي نزل لي كي واي في جاري خلاص. الكلام ده يفضل موجود في نفسه اللي هو اي تو بار ماينس جي كي نقطه نفس الكلام ده يعني خلاص. ده الجريدينت بتاع الكميه دي فده هيطلع لي يبقى ماينس جي كي في اي تو بار ماينس جي كي نقطه صح كده. فبالتالي المعادله دي بقى لما اجي اكتبها هنا تاني هتبقى عباره عن ايه بقى؟ الترم ده خلاص اتصفر هيبقى عندي بس ماينس جي كي اي تو بار ماينس جي كي نقطه ار المساطر ده يعني خلاص بس باخد المساطر ده عشان ما تسرحوش معايا المساطر ده خلاص كروس اي نود صح كده؟ مش ده كميه سكيلر زي ما قلنا فممكن احرك كميه سكيلر دي اجيبها هنا صح؟ كميه سكيلر بتتحرك عادي بتتحرك عادي من كروس بروج صح كده؟ فالكلام ده يقول ايه بقى؟ ماينس جي كي كروس باك الترم ده كده كله هو الاي صح؟ ماينس جي كي كروس اي المفروض بيساوي الناحيه اليمين اللي هي ماينس جي اونج ميو اتش جي هتروح مع جي هيبقى عندي ايه بقى؟ كي كروس اي يساوي اوميجا ميو اتش كده عملنا ايه؟ عملنا اثبات ان ده مطلوب سهل صح؟ الاول السهل النازل ده الترم ده انت عارف ان هو صفر ماشي ماشي هيبقى بس عندي احط الجريدينت بتاع اكس باور ماينس جي كي دوت ار كروس اي نو صح؟ الجريدينت ده احنا حسبناه في الخطوه دي فهحط الترم ده
كان في هنا ماينا جي كي اس ماينا جي كي بتاع كروس اي نود صح؟ فانا بس حركت الاي في ماينا جي كي بتاع دي خليتها جنب الاي نود لان انا كميس كي ممكن احركها عادي يمين او شمال يعني بعد كروس برودكت او دي مش هتفرق خلاص حطيت انا الترم ده كله هو الاي صح؟ فيبقى عندي ماينا جي كي كروس اي هيبقى ايكوال ماينا جي ار كيو اتش هطير الجي مع او ماينا جي مع ماينا جي هيبقى عندي كي كروس اي ايكوال ار كيو اتش اللي هي ايه اول بروف تمام؟ نفس الكلام ممكن اعمله في المعادله دي بان انا استعمل ايه؟ استعمل المعادله تقول كيرل اتش بيساوي جي اوميجا ابسلون اي واحط الاتش دي عندها اتش نود اي تبقى ماينس جي كي دوت ار واعمل نفس اللي احنا عملناه ده خلاص نفس الخطوات بنفس الطريقه هتطلع نفس الحل بس الفرق بس ان هنا يبقى في اشاره ماينس لان المعادله دي فيها جي ودي كان فيها ماينس جي خلاص بس هيطلع هنا في اشاره فرق يعني طيب نعمل واحده بتوع دايفرجنس مثلا نعمل ايه؟ نعمل دي مثلا خلاص احنا نعمل واحده من بتوع دايفرجنس هستعمل اني ايفنت رول تاني واحد صح؟ تاني واحد فين اقول ان انا عايز اعمل دايفرجنس بتاع الاتش يساوي زيرو فانا عندي دايفرجنس بتاع اتش نود اي تو باور ماينس جي كي دوت ار طيب هفك الكلام ده ازاي؟ ده الفيكتور ده اللي هو الاي صح؟ وده هو ايه؟ ده بصاير كمان سكيل هيبقى عندي ساي في الدايفرجنس بتاع الاي يعني في الدايفرجنس بتاع الاتش نود الاتش نود ده كونستنت فبالتالي الترم بتاع الدايفرجنس ده مش هيبقى موجود هيبقى عندي بس الترم بتاع الفيكتور اللي هو اتش نود دوت برودكت مع جريدينت الكميه السكيل اللي هي دي هيبقى عندي اتش نود برودكت مع جريدينت بتاع اي سبار ماينس جي كي دوت ار صح كده؟ الترم ده احنا لسه عاملين الجريدينت طلع بايه؟ ماينس جي كي اي سبار ماينس جي كي دوت ار فالكلام ده هيطلع لي اتش نود بقولك مع ماينس جي كي اي تو باور ماينس جي كي دوت ار كويس قوي الترم ده زي ما ده سكيلر ممكن اجيبه هنا يعني كده كده اصلا دوت برودكت ممكن احرك اي حاجه انا عايزها فده هيديني بقى اتش دوت كي يساوي زيرو صح اللي هي ممكن اكتبها كي دوت اتش يساوي زيرو صح مش ده كي فيكتور ممكن اكتبها على طول المعادله دي هتديني ان كي دوت اتش يساوي زيرو اللي هي المطلوب اثباته هنا خلاص بس كده ممكن اعمل المعادله بتاعت دايفرجنس اي خلاص هي اي صعوبه يعني المشكله بس انتوا عارفين الرولز دي تعرفوا تستعملوا الرولز دي هتبقى جايه من فورم شيت لو المساله دي هتيجي زيها خلاص المهم بس تعرفوا تستعملوها تمام طيب تحب مساله ثانيه كده امسح حد فينا الحاجه او كده تحب مساله ثانيه بسرعه كده وهي خلاص propagating in free space ده خلاص المساله خلاص مدينا الاتش تساوي كذا 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 طلب ان احنا نجيب الكي نوت وعايزين نجيب اللوكيشن اللي بعدها الاتش ذات بتفانش لما التايم يكون يساوي 3 ملي ثانيه وعايز الستيس اكسبريشن اللي داخل فيه اول حاجه بس لازم تتعلموها ان انا ببص على الاكسبريشن ده اعرف اطلع منه المعلومات اللي انا عايزها اطلع منه احط خد معلومات من كام اول حاجه اول ما ابص على الاكسبريشن ده كده ممكن اطلع منه ايه ممكن اول حاجه اعرفها ايه اتجاه الاتش اتجاه الاتش فين الاتش اتجاهه هو ايه اليوزر صح ده اتجاه الاتش خلاص مهم قوي اول ما تبص على مساله تطلع منها كل المعلومات اللي ممكن تفيدك طيب فين اتجاه البروباجيشن اللي جنب الكي صح طب لو كان الكي ده رقم يعني كان في رقم جنب جي واي يبقى برضه البروباجيشن هو ايه هو بوست واي يعني ما تغلطوش مش لازم كاتب كي ممكن يبقى كاتب اي رقم جنب واي خلاص فاللي جوه الكوساين هو ايه ده كده هو اتجاه البروباجيشن بوست واي صح؟ بوست واي يعني دي شرط ماينس كي نوت واي زي ده كده بوزيشن بوست واي دايركشن طيب ممكن اطلع ايه كمان؟ ممكن اطلع من هنا ايه؟ الاوميجا صح؟ دي كده الاوميجا ده الامبليتيود بتاع الاتش فكل دي معلومات طلعتها ايه من الاكسبريشن بس اللي كده عرفت اتجاه البوزيشن فين؟ عرفت اتجاه الاتش عرفت كمان الاوميجا الاكسبريشن بس هو قايل لي ان هيوري في بلين ويف وبجيني في فري سبيس طيب مطالب اول حاجه ان احنا نحسب الكي نوت احسب كي نوت ازاي او ويف نمبر في الفري سبيس اوميجا روت ميو نوت اف نوت انا عارف ميو نوت دي هي ممكن على طول اكتب الرقم بتاع الاوميجا اللي هو 10 باور 7 باي واحط هنا روت 4 باي في 10 7 والابسلون نوت دي هي 10 9 على 36 الكلام ده هيطلع لي باي على 30 تمام
طيب عايز اللوكيشنز اللي عندها الاتش زد، دي هي الاتش زد، الاتش فيها زد، عايز اللوكيشنز اللي عندها الاتش زد هتفانش تختفي يعني لما التايم يكون 3 ملي سكند. طيب عشان الاتش تفانش لازم كوساين تكون تساوي صفر، فده معناه ايه بقى؟ معناه ان جوه الكوساين يكون بيساوي ايه؟ اود مالتيبل باي بار 2 صح؟ وبالتالي لازم يبقى عندي 10 تو باور 7 باي تي، تي اللي هي هنا 3 ملي سكند ماينس كي نوت واي، كي نوت احنا لسه حاسبينها باي على 30 زائد باي على 4، المفروض الكلام ده يكون بيساوي اود مالتيبل باي على 2 اللي كنا بنكتبها كده. طيب بلس 1 في باي على 2. طيب لما اعوض هنا عن التي بقى ب 3 ملي دي 3 في 10 او 3 هلاقي الكلام ده بضرب 10 7 باي في الكلام ده هيطلع لي 30000 باور. طيب مش انا ممكن اشيل اي حاجه مالتيبلز 2 باي من الفيز صح؟ دي كده دي لو قسمتها على 2 باي هتديني رقم صحيح مش رقم متكسر. فبالتالي اقدر اشيل دي اصلا 30000 باي عشان مش تفرق معايا اصلا في حاجه صح؟ مش هتفرق معايا في الفيز انا كاني بجمع 2 باي على الكلام ده مش هتفرق في حاجه صح؟ هلاقي ده كانه مش موجود. طيب لما اختصر بس الكلام ده هلاقي ان الواي بتطلع ب 30 ام ماينس 7.5. طيب حلو قوي. الام دي ممكن اسلكت اي فاليو، ممكن احط اي فاليو لام، يعني ممكن اقول مثلا ام بتساوي 0 بوستر ماينس 1 بوستر ماينس 2 هكذا. ينفع اعمل كده؟ الواي كام ده؟ في كام واي؟ لا القيمه بتاعت 30 ام. اختصرت الحاجات دي مع بعض. طيب ينفع ينفع احط ما ينفعش ليه بقى ما ينفعش؟ فبقى البروباجيشن في اتجاه البوستيف واي فبالتالي لازم الاكسبريشن ده يطلع لي ايه؟ يطلع لي واي بالبوستيف. فبالتالي المات اللي تطلع لي واي بالبوستيف بس هي اللي هتنفع. فبالتالي لازم اخد الام من اول واحد وانا طالع لفوق يعني 1 2 3 هكذا خلاص. ما ينفعش تاخد لا زيرو ولا اي حاجه نفع. لو حطيت انا الام زيرو هيديني واي بماينس 7.5 وده مش صح. انا بقول ويت بروباجيشن في ايه؟ في اتجاه البوستيف واي. فلازم اخد بالنا من الحاجات الصغيره دي خلاص. الفاريس بتاعت الام تديني واي بالبوستيف تمام. طيب لو عايز بقى اطلع الايه؟ الاي فاستعمل اي حاجه نرسم بقى يعني انسوا اللي انا كاتب الكلام ده ممكن نصحح. لو عايز ايه؟ لو انا ناسي الكلام ده دلوقتي عايز اجيب ايه؟ الاي فنرسم الرسمه بتاعت الاي اتش بروباجيشن. انا عايز اجيب مين دلوقتي؟ عايز اجيب الاي فخدت الاي فهيبقى عندي اتش كروس بروباجيشن صح؟ طيب هضرب في ايتا ولا اسمع ايتا؟ اي على اتش بتساوي ايتا. طب انا عايز اجيب الاي فبالتالي ايه؟ الاي هتساوي ايتا اتش كروس بروباجيشن خلاص؟ طيب خدوا بالكم القوانين اللي انا كنت كاتبها هنا من شويه او اللي هي دي يعني خلاص اللي هي العلاقات ما بين الاي والاتش دي تنفع لفيزر والانستنتينيوس. ينفع استعملها في حاله الفيزرز وفي حاله الانستنتينيوس اكسبريشنز بس في حاله الانستنتينيوس مش هينفع نستعملها غير في ايه؟ في الكيس بتاع اللوسلس ميديا ان انا اجيب سيره اي لوسلس. لان لما نتكلم عن لوس ميديا زي ما انتوا ابتديتوا تتكلموا في المحاضره هتلاقوا الترم بتاع الايتا ده بقى ايه؟ بقى كومبلكس بقى فيه جي واحنا لسه متفقين ما ينفعش الجي والتي يبقوا موجودين مع بعض في نفس المعادله. فبالتالي لما اجي اشتغل في الكيس بتاعت اللوس ميديا ان انا عندي سيجما وعندي لوسلس في الميديا لازم ساعتها احول فيزر وبعدين اطبق المعادلات دي وبعدين ايه؟ ارجع انستنتينيوس بعد ما اطلع الاتش او بعد ما اطلع الاي بعد ما اطلع الحاجه اللي انا عايزها يعني ارجع تاني للستين خلاص. فهنمشي لو انا عندي لوسي ميديا او لو عايزين تمشوها على طول حتى ان جنرال اصح حاجه هو ان انا ايه احول الفيزر وبعدين اطبق المعادلات دي وبعدين ارجع للستين. هنا لو حبيت اشتغل للستين عادي هينفع لان انا هنا عندي ايتا اصلا رقم رينج صح؟ لان انا عندي بروجيشن فري سبيس فبالتالي ايتا دي هحسبها على انها ايتا نو هي هتبقى 120 باي على طول خلاص. طبعا هتبقى 120 باي في الاتش اللي هي 4 في 10 6 كوساين واي تي ماينس كي نوت واي بلس باي فور 4 ونعمل ايه؟ الاتش كروس كيو بروباجيشن. كيو بروباجيشن هنا هو ايه؟ كيو بروباجيشن هو ايه يا شباب؟ كيو بروباجيشن هو الواي لا الاتش هو الزد صح؟ فانا هعمل دو زد اول حاجه زي ما بتقول ماشي كروس ايه؟ كيو بروباجيشن. كيو بروباجيشن هو ايه؟ اليو واي صح؟ طيب يو زد كروس يو واي ده يديني ايه؟ نيجاتيف يو واي نيجاتيف. بس الرسمه برضه بتاعت اكس واي
فاليو. لما اعمل يو زد كروس يو واي دي ماينس يو اكس ماينس يو اكس طبعا ماينس 120 تمام دي كده الاستاتيس اكسبريشن ده كان فيه اللي هو كان عايزه زي ما قلنا كان ممكن اشتغل بالفيزر لو عايز لو حابب اشتغل بالفيزر بس لو عايز اكتب الاكسبريشن ده احيانا لو عايز اكتب الاكسبريشن الاتش ده كفيزر اكتبه ازاي؟ قولوا لي ازاي اكتب الاتش تيبل مش الاستاتيس يعني ايه؟ الماجنتيود ده زي ما هو صح؟ طب والترم بتاع كوساين قولوني اول حاجه اكس باور كي واي بلس باور ماينس جي كي واي ها بلس باور بلس جي باي باور او ممكن اعمل حاجه باي باور على طول انا بس بحب اكتبها كده عشان لما تخش على الروس ميديا تتعود ان في فيز بتتجمع مع بعضيها كده خلاص يعني افصل بس الترم بتاع البروباجيشن اللي هو الترم ده عن الترم بتاع تمام محدش يحط دي باور دي كتير محدش يوط ويحط دي بار دي دي واحنا شغالين فين؟ طيب لو عايز ارجع بقى تاني للاستراتيجيس اكسبريشن هعمل ايه؟ هاخد الدي بارت بتاع الكلام ده واضربه في اكس بار دي اوميجا تي صح؟ اكس بار دي اوميجا تي هتخش على الكلام ده يبقى عندي اوميجا تي ماينس كيو واي بلس 5 اوف 4 جنب الجي يبقى اخد الدي بارت تنزل لي تاني كوساين خلاص؟ فهمتوا ازاي بنروح من فيز للاستراتيجيس والعكس؟ اعملها بالراحه تاني ولا مش تمام؟ الاوميجا هتيجي ازاي؟ الاوميجا ما بقدر في اكس بار جي اوميجا تي لما اخد ريد بارت الثالث بتاع اوميجا تي هيطلع كوساين ناخدها بالراحه ده كده يبقى ريد بارت بتاع 4 تايمز اكس بار ايكوال 7 خلاص هنا اكس بار ماينس في الراجل الاول هنا يبقى اكس بار جي اوميجا تي على كيوب واي بلس 5 اوفر 4 صح كده؟ مش هضربها في اكس بار جي اوميجا تي جي اوميجا تي دي هتتجمع على الحاجات دي او الاوميجا تي هتتجمع على الحاجات دي يبقى عندي الشكل ده ريد بارت بتاع الشكل ده هيطلع ايه؟ كان فيه ايه؟ كوساين صح كده؟ فهمت ازاي بنروح من الفيز للستاتيس؟ ازاي بنروح من الستاتيس للفيز؟ دي يعني دي من اهم الحاجات اللي لازم تطبقها السكشن ده مع ايه؟ مع تطبيق العلاقه اللي احنا كنا لسه بنقولها اللي هي بتاعت شكرا يا شباب واشوفكم الاسبوع الجاي. يا ريت بس